الذهب المصريات اي حلال؟ لا، هم كل واحدة استعارت الذهب من المصرية، قالت لها ان احنا عندنا فرح وحنحضر به ونرجعه. أعوذ من الشيطان. نعم. فلما راحوا يحضروا المصريات صدقوهم ودلهم، قالوا من زينة القوم، يعني من زينة نساء القوم، فقذفناها في النار، صاغها السامري عجلا، يا رب عليك. وقال هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوا العجل ورقصوا حواليه. خدت بالك؟ فرجع موسى عليك إلى قومه غضبان آسفا. الحقيقة إن هذه القصة أنا شفت تمثال العجل ده في منطقة اسمها أبيس في رشيد. التمثال يكون من الخشب، لكن الصنم من الحجارة. الله. فهم العجل ده عاملينه، أعوذ بالله، منظر يمكن قد الغرفة دي كلها مرتين.